اليوم قريت ارتيكل بيقول انه فريق عون بلش يحضر دراسة قانونية ليقدروا يمددوا له، وسمعت هذا العجول ماري عون يعني جرو العجل عم يقول انه ايه وبدنا نجدد له. الظاهر في نغمة جديدة يعني عند جماعة عون انه بده يجددوا له. انا اصلا عم نفكر نحن انه نحضر دراسة قانونية انه نكتب له قصر بعبده وخلص يعني، ونعمله ملك وبصير يورث هو، اول مرة بورث صهره وبعدين بصير الابن الابن الابن. عن جد اكثر من هيك وقيحة ماني شايف بحياتي. هو شو ذنبه هون يعني قاعد بالقصر في رخية على اجره ما فرقة معه، بس انتو البهايم اكثر من هيك ماني شايف. يعني على شو بدي جدد له انا يعني مثلا على هالانجازات ما شاء الله اللي حققها يعني بعده. يا كميل شمعون انت، يا فؤاد شهاب انت يا كبير. يعني ما تاخذني لبنيور رؤساء العظماء اللي مروا على البلد، هذا العهد دمرهم عمك عون. من الاسكان للاستشفى للقطاع المصري، في اللي ما بقي شيء ما بقي شيء بالبلد، وللجيش بطل ياكل لحمه، ولراتب الفلبينيه والاثيوبيه هودي اللي بيشتغلوا عنا صاروا قد معاشاتنا على مرتين، وانتو بكل عين وقحه طالعين تقولوا ايه بدنا نجدد له، اللي انتو ما شايف بهيم اكثر من هيك. وينو سعد الحريري؟ مبسوط بده يجدد. وينو سمير جعجع؟ شو رايك بالتصريح؟ شو رايك عم بيحضروا له قايلي لي تجددوا له؟ مبسوط جبتوا عب عبده؟ والسيد الامين العام على الاكيد مبسوط. شو فرق معك انت اصلا؟ شو فرق معك انت؟ بهمك يكون معك سلاحك، ونحن كشعب لبناني 60 ضربه سخن علينا وما فرق معك. دراسه قانونيه تمددوا له؟ انا بدي لكم شغله، نحن بدنا نعمل دراسه قانونيه تنشيله وما يخلص عهده. ايه عادي كثير هينه. الزلمة عم بيضيع قدام الكل، ساعة فجر القروض، ساعة بينسى اسم الباتراك، ساعة بينسى انه الحريرة عطاه ورقة. ايه الزلمة عم بيضيع، بدنا نعمل دراسة قانونية نشيله قبل ما يخلص عقده. ايه مش نجدد له؟ روح تقلكم ونن المحامين ونن النواب المعارضة، تفضلوا اشتغلوا شيلوه قبل ما يخلص عقده على السريع، لأن ماري عون ناوي يجدد له. بكرة بتتعطل الانتخابات النيابية ومجلس النواب ما بيمدد لحاله، بصير من حل ساعتها مين بده ينتخب رئيس جمهورية؟ ايش بيشيله من بعبده ساعتها؟ بس هالمرة سورية ما في سخوي تطلع عليك، هالمرة اللي قويوك اللي حضنوك الفرنساوية هن اللي طالعين عليك عبده.